facts and figures، حقائق وأشكال يعني، وحقائق أشكال وحقائق أولمبية، أو خلينا نقول ملامح، ملامح وحقائق أولمبية. figures تأخذ عدة معاني على كل. يقول the Olympic the old Olympic games took place، شوف هنا مش ثاني أعزائي، took place in Greece 2000 years ago. يقول الألعاب الأولمبية القديمة took place حدثت، هنا took place شوف أعزائي شوي أضلل لكم إياها، هاي took place حدثت، وهاي عندي took إذن هاي took place، هاي هنا موجودة took place، took place حدثت in Greece في اليونان قبل 2000 سنة. in 1896 a French man، في هذه السنة okay a French man، رجل فرنسي، started the modern، بدأ هو هذا الفرنش مان، الفرنش مان started the modern Olympic games، بدأ بالألعاب الأولمبية الحديثة. they take place every 4 years، هي تحدث الألعاب كل 4 سنوات. اوكي اذا هاي تيك بليس اعزائي شنو هابن، تاخذ لها هابن زين، ماي المرادف مالتها هابن، تيك بليس هابن زين. بيير دي كوبرتين ستارتد ذا مودرن اولمبيك جيمز، هذا هو اللي بدا، الشخص بدا بالالعاب الاولمبيه الحديثه. هي ثوت، هو فكر ذات ايفري بودي، ان كل شخص should enjoy taking part، عليه أن يستمتع ب taking part in، في المشاركة in، say taking part take part in okay in the games، في الألعاب. he said، هو يقول the most important thing in the Olympic games، الشيء الأكثر أهمية في الألعاب الأولمبية is not to win، هو ليس أن تربح، ليس أن تفوز، but to take part، بل أن تشارك، ليس المهم يعني أن تربح، بل المهم أن تشارك. okay إذن take part هو أن تشارك. أوكي زين. more than 200 countries، أكثر من 200 بلد took part، شاركوا في ال in the London Olympic Games in 2012 في الألعاب الأولمبية في لندن اللي بسنة 2012. over 80 countries، أكثر من 80 بلد، won medals، ربحوا ميدالية. the athletes competed in the، يعني هاي ال athletes competed in the، ال athletes الرياضيون، athletes الرياضيون شارك تنافسوا في 26 حدث مختلف، يعني هاي الرياضة المختلفة athletes دول الرياضيين شاركوا في 26 حدث مختلف، يعني رياضات. The athletes who come first، الرياضيون الذين جاءوا في البداية، و يعني جاء الأول second and third win medals، اللي يعني ربحوا المركز الأول والثاني والثالث أخذوا medals. The winner، الفائز gets a gold medal، الفائز يأخذ الميدالية الذهبية. The athletes who came second، who comes second، اللي يجي الثاني يأخذ silver، يعني هذا أخذ gold، بعدين الثاني يأخذ silver، الأول يأخذ ذهب والثاني يأخذ فضة، and the third والثالث برونز، يأخذ ميدالية البرونزية. أوكي إذا هذه عندنا what the winners get، ما يأخذه يعني يأخذ الفائزون راح يكون شنو ميدالز. أوكي took part in، يشارك في، competed in the games، وهاي المعاني مالتها. طيب زين. the five rings on the Olympic flag stand for the five continents. يقول ناش يقول لي rings، الحلقات الخمسة on the Olympic flag، الحلقات الخمسة، هاي ماركو الحلقات الخمسة اللي على هاي الأولمبيك فلاج، اللي على علم الأولمبيش، تمثل stand for تمثل أو تمثل the five continents، تمثل continents هاي القارات، القارات الخمسة. each continent، كل قارة has a different color، كل قارة يعني تأخذ يعني لها لون مختلف. blue is for Europe، اللون الأزرق، اللون الأزرق لأوروبا، اللون الأزرق لأوروبا خوش معلومة. yellow for Asia، اللون الأصفر لآسيا،
اصفر لاسيا، اللي انه عندنا شلون نقول بني الاصفر، اذا سامعين بني الاصفر هذول اللي من اولاد حام، على كل إن هاي غير معلومه، فهم يعني شلون نقول الصين وغيرهم كانوا كثيرين. بلاك فور افريكا، الاسود لافريقيا، الاسود لافريقيا القاره السوداء، لانه اللون اهلهم هم اسود، اولاد يافث. على كل جرين فور استراليا، اللون الاخضر لاستراليا، قاره استراليا. اند ريد فور امريكا، والاحمر لامريكا.